السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم هنعمل لكم هذا الموديل هذا بطريقه سهله واقتصاديه كيف ما موالفين دائما. هنقول لكم هذا الموديل ونقول لكم حتى شحال نقم عليا وكيفاش باش نعملوا مشروع في المنزل ديالنا بطريقه سهله ومبسطه. تبعوا معايا الفيديو باش تفهموا. ودابا نبداو على بركه الله. عندي هاد النوع ديال الجوهر، المهم انا غنقول لكم الاثمنه ديالو وانتم كيبقى لكم الاختيار. هاد الباكيه ديال الجوهر شيتها 25 درهم. الالوان ديالها مزيونين بزاف، ولكن كتكشف دغيا. الناس اللي خصهم يعني غير الحاجه العاديه يعني يدوزوا بها الوقت بلا ما يصبنوها، فهذا 25 درهم كتقدر تعمل نص طوق كامل. اما الا خصك الحاجه دائما فما كنصحكش به، لان دغيا كيكشف. وخا صراحه عليه اقبال بزاف والناس بزاف كتشريه. شريت انا جوج الوان، شريت ثلاثه ديال الالوان، ولكن صراحه الابيض باقي ما صبنتوش، صبنت الغوز والاورانج وكشفوا دغيا. المهم هانتوما كتشوفوا عملت ثلاثه ديال الجوهر المهرس وكندوزهم على العنق. الا كان عندكم العنق عادي كيف ما كتلاحظوا هذا، ولا اولا الا كان عندكم العنق متلت كنتراسيو سنتيم او نصف سنتيم. هنا عندي نصف سنتيم، نصف سنتيم كتجي معاه ثلاثه ديال الجوهرات مزيانين. كندوزو الجوهر كيف ما كتلاحظوا، المهم دائما كنشوفوا الجوهر على حسب التساع اللي عندنا. هاد الموديل هذا بامكانكم تعملوه في قنادر، بامكانكم تعملوه في جلابه، تنبات ديال الجلابه، تنبات ديال القندوره، تنبات ديال القفطان، كيبقى لكم الاختيار فين تعملوه. او الا بغيتو تعملوا مشروع على هاد الطريقه هادي، نقول لكم انا واحد الفكره. يعني تاخذوا ثوب ديال 2.5 متر، لان القندوره تقدر تكون فيها 2.5 متر، يعني ماشي 3 متر. هذيك قفطان اللي يقدر يكون فيها 3 ديال المترو. القفطان عتنزلوه وتشوفوا التراسيو الصدر والتراسيو الطرف ديال العنق والتراسيو اليدين. كي اللي يقول لي سلمى ما نعرفش كيفاش نوزعو في الثوب، عتقدروا تمشيو عند اي خياط تعطيوه 20 درهم 15 دراهم يوري لكم في التراسيو والعنق والقفطان واليد، وتعملوه في واحد الورقه ويبقى عندكم دائما. هاد الطريقه هذه كتمشي على جميع الطايات. كيبقى انتوما واش غتعملوا نص طوق طويل او نص طوق قصيصه. انا كنفضل باش تعملوا نص طوق متوسط باش يمشي مع الضعيف ويمشي مع الغليظ. هذا المشروع هذا بامكانك تشري ثلاثه ديال الوان، اربعه ديال الوان، وتعمل واحد الموديل وتمشي عند الناس اللي كيبيعوا التوابات، وتعمل كطريقه ديال المشروع بيع الثوب بالزواقه ديالو بكل شيء. كيفاش غنعمل او كيفاش غنبدا؟ اول حاجه غتشريو الثوب كيف ما قلت لكم 2.5 متر. دابا كملنا هاد الدائره هادي، دابا غنكملوا الهبطه. قلت لكم غتشريو الثوب، غتمشيو عند الخياط غيوريكم هو الطريقه فين تراسيو. غتخسروا الجوهر ما يكونش غالي، لان حنا خصنا بطبيعه الحال المشروع يتمشانا. في الاول ما نغمروش شي حاجه غاليه، او الا شرينا الحاجه غاليه نعملو في البال ديالنا نعملوها بجوج بياسات او ثلاثه بياسات باش تاع لينا رخيصه. ونعملو هذا الموديل هذا ونحاولوا نبتكروا شي حاجه جديده في نفس الوقت ما تجيش مكلفه بزاف، وندوروا على على الناس اللي كيبيعوا الاثواب. ندوروا عليهم نقولوا لهم واش بامكانكم نعمل لكم هذه الزواقه هذه بالثوب ديالكم بالثمن فلان فلاني، او تشري من عندي الالوان طالعين بالثمن فلان فلاني. بطبيعه الحال عتقدر الخدمه ديالك زائد شحال نقام عليك ديك الجوهر. هاد الطريقه هادي بامكانك تعمل مشروعك في الدار ديالك، وتقدر تخدم معاك حتى الناس ان شاء الله الا تمشى لك المشروع. هاد الطريقه هادي بزاف ديال البنات كيعملوها، وشفتها انا بعيني في قيصريات. كيف ما قلت لكم ضروري خصكم تبداو في واحد المشروع، ويستحسن في فصل الصيف. حل دابا حنايا كاينه الخدمه الحمد لله،
هذا هو الجوهر المهرس الطويل اللي غنخدم في هذا الموديل. المهم كيف ما قلت لكم غنشارك معكم الطريقه، في نفس الوقت غنحكي لكم على المشروع. هذا الزمرد اللي كنعيطوا له حنا الزمرد ديال الغيطه، كيتباع ب 8 دراهم من الخيط. وهذه البرله غنخدم بجوهر المهرس الطويل، ونخدم بالبرله وبطبيعه الحال ديك زمرد ديال الغيطه. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا، غنمشيو وغنشريو الحاجه ونشوفوا ديك التقطيعه شحال نقامت علينا، في نفس الوقت الجوهر شحال نقام علينا، والخدمه ديالنا شحال طايحه علينا. وديك الساعه داك غنشوفوا البياسه كامله شحال غنقدروا نحسبوا. مثلا انا الجوهر شريته كامل بخمسين درهم، غنشوف هاد 50 درهم واش غتعملي جوج بياسات او غتعملي بياسه واحده. الا كانت عندي غتعملي بياسه واحده غنقول 50 درهم في بياسه، الا كانت عندي غتعملي جوج بياسات غنحسب انا 25 درهم. غنحسب 50 درهم مثلا ديال الجوهر، غنحسب الثوب مثلا 50 درهم، وغنحسب 50 درهم نقولوا حنايا يعني 50 درهم التنبت ديالي، يعني تقطيعه غنقدر نبيعها 150 درهم. كيف ما كنقول لكم يستحسن نعملوا شي حاجه بساطين في نفس الوقت يكونوا مثيرين، لان العادي حنا كنشوفوه في الانترنت وكنشوفوه في السواق، ولكن الحاجات اللي كتعجبنا هي الحاجه اللي ما دايراش في السوق. نحاولوا نعملوا شي حاجه جديده ومتنوعه ورخيصه في نفس الوقت. هذا الموديل هذا الطريقه ديالو سهله، غنعمل انا جهه في شكل وجهه في شكل، وعملت بيناتهم ديك الجوهر المهرس طويل وحده. نتوما يمكنكم تعملوا جوج ثلاثه، يمكن تبعدوا الزواقات على بعضياتهم. المهم انا عملت هذا الموديل هذا، وانتوما يمكنكم تعملوا اي طريقه بغيتوا. اللون كيبقى على حسب الذوق ديالكم، فانا هنا عملت الاورانج في الاورانج بطبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. كيف ما قلت لكم كنعمل بيناتهم الجوهر المهرس. عادي واحد الجهه في شكل وواحد الجهه في شكل، قلت هاد المره هادي غنعملكم لاعناق مختلفه بزواقات مختلفه باش تستافدوا منها، خصوصا ان بعض المرات كنبغيو نعملو قنادر في نفس الوقت ما كيكونش عندنا افكار. غنحاول ان شاء الله نشارك معكم بزاف ديال الافكار في نفس الوقت، غنشارك معكم الاثمنه ديالهم. هذا الموديل هذا الى طبقناه بنفس الطريقه اللي عملها انا في اي عنق. الجوهر المهرس كيف ما قلت لكم شريته 25 درهم هذا النوع هذا. الجوهر المهرس الطويل شريت 5 ديال الدراهم هي 30 درهم. البرلا شريتها ب 10 دراهم هي 40 درهم. وهاد الزمرد ديال الغيطه شريت جوج ديال الخيوطه، وبقى لي منه نص طوق. هو هذاك كيف ما كتلاحظوا انا نص طوق عندي صغيور بزاف باش تشوفوا الموديل مكمل. بطبيعه الحال نتوما يجيكم اكثر من هكذا، بامكانكم تداو بالزواقه الا كان عندكم متسع من ديال الثوب. يعني الجوهر كامل غيقدر يتاح لينا ب 60 درهم 70 درهم بطبيعه الحال بلا الخدمه ديالنا. شحال بامكاننا نخدمو هذا الموديل هذا في اي موديل؟ الخدمه ديالو كتكون من 100 درهم حتى 150 درهم على حساب واش بغينا غير العنق او بغينا حتى الدوره ديال العنق ديال الظهر او بغينا حتى اليدين. يعني الا كان بهذا الشيء كامل 150 درهم، الا كان غير العنق بوحديته ف 100 درهم. بطبيعه الحال العنق فيه العنق ديال الوجه والعنق ديال الظهر.
هانتوما كتشوفوا عملت زواقات مختلفه، وحده الفوق وحده لتحت. موديل سهل فبامكانكم تنبتوه لراسكم، خصوصا المبتدئات اللي ما كتعرفش تنبت، فهذه طريقه سهله باش تنبتوا بيديكم باقل تكلفه ان شاء الله. ها حنا غنعدلوا القندوره فقط ب 60 درهم يعني او 70 درهم، فرخيصه بزاف. والمشروع ديالنا كيف ما قلت لكم، فبامكانكم تعملوا زواقات بحال هكذا يعني القنادر خفافين، او بامكانكم تعملوا شي حاجه مشرجيه. ودائما كنقول لكم وكنعاود لكم، حاولوا تقسيو على الجوهر شحال عيطيح عليكم هكذا باش تبدلوا الخبرات مع البنات، خصوصا في الجروبات ديال الفيسبوك، فبزاف ديال الناس عملوا مشاريع تقدروا تستافدوا منها. هاد الخدمه هادي كيف ما شفتوا خدمتها بالاورانج، ثم كيبقى لكم اختيار عملوا اي لون بغيتو. بغيتو تبدلو الذهبي بالنقري، بغيتو تبدلو اللون ديال البرله، بغيتو تحيدو كاع البرله وتعملو سيبورا، كيبقى الذوق على حسابكم نتوما شنو باغيين. ما عليا انا الا نوريكم الطريقه السهله باش تعملوا حاجات للحويجات ديالكم بطريقه سهله واقتصاديه. الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو كتبوها لي في التعليقات، اذا ما عرفتوش اي حاجه فبطبيعه الحال قولوها لي ونشرح لكم اي حاجه بغيتو. بغيتو نزيد لكم فيديوهات بحال هذه فانا رهن الاشاره. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله.